مصطفى رجعت لنا؟ رجعت لك. طيب ابل 14 ماذا نتوقع غدا؟ والله شركه ابل احنا برضك عايزين نذكر الساده المشاهدين ان الايفنت بتاع النيو ابل ايفون ده بيبقى ايفنت كل الناس بتنتظره في جميع انحاء العالم. انا اذكر لما كان بيعملوا ستيف جوبز كانوا بيسهروا له ناس بيتذاع في امريكا في توقيت مصر 3 4 الفجر بيسهروا له عشان يتفرجوا على الاعجاز الفني والعلمي اللي بيطلع في كل ايفون. المومنتم ده قل قوي دلوقتي، المومنتم دوت قل قوي دلوقتي. ناس بتقول بسبب ان ستيف جوبز ما عادش موجود، ناس بتقول هم جابوا اخر اللي ممكن على مستوى الامكانيات التليفون والبرايس تاج بتاعه. لكن احنا نتوقع الايفون 14 اللي هينزل دوت انه هيكون في تصوير احسن، الكاميرا عاملين فيها ريزولوشن اعلى، يعني هتقدري تصوري 8K دلوقتي. في بعض التلفزيونات بتقدر تديسبلاي 8K وهو كمان هيقدر يصور 8K. طبعا في ناس هتقول لك ان سامسونج وغيره بيصور 8K بقاله كتير، بس دايما الصوره بتطلع من الايفون لان فكره التصوير عند تكنولوجيا التصوير عند ايفون بتعتمد على معالجه الصور من كذا زاويه من كذا كاميرا. بس انا دايما بشوف صور، عشان انا بتصور كتير بالتليفونات، يعني دايما بشوف صور سامسونج احلى من صور ايفون. بصي ده هيختلف من موديل لموديل، هيختلف من موديل لموديل. هو على فكره التكنولوجيا بتاعت الاثنين اللي بيبني العدسات بتاعها والكاميرا ذات نفسها هي شركه سوني، فهو بيطلب منه مواصفات معينه، لكن ابل بتعتمد على معالجه الصوره. يعني في الايفون 13 عندهم فيتشر اسمها سينما، دي ممكن تصوري بيها فيلم كامل، فيلم حقيقي، فيلم ينزل السينما. عندهم في المره في السيستم التليفون اللي جاي شويه انهانسمنت بقى لاستعمال البطاريه، الشاشه هتكبر سنه، هينزل منه اربع موديلات، الموديل من الحاجه الصغيره قوي للكبير. والامن بقى يا مصطفى، التامين الاختراقات؟ لا، هي ابل مشهوره ان هي فيري سكيورد ايكو سيستم، فيري فيري سكيورد ايكو سيستم. يعني هي لما حد يقول لك بنخش على الواتساب، بنخش على التليفون ده، يعني لا، ده ليس حقيقي الا لو حصل حد عنده فيشنج دوت، يعني جاله لينك او جاله دوكيمنت فتحها نزل برنامج. دي نقطه مهمه جدا، محدش يجيله اي لينك ويفتحها، لانه ده ممكن يبقى فيه بروجرام هاكينج. بالظبط بالظبط، سباي وير بقى ينزل على الموبايل الحاجه الجميله كمان في التليفون هينزله الفيرجن الجديده من الساعه ومن سماعه الودن. سماعة الودن هيبقى فيها تكنولوجيا صوتية ممتازة، هتخلي الصوت بتاعها يعني مش محتاج أي سماعة تانية وأنت بتسمع مزيكا. الحاجة كمان الجديدة بقى وديت اللي مخليها السهم بتاعها في أمريكا بيتزايد سعره، هو إنه هينزل خدمة لبعض الموديلات إنه لما يكون مش عندي الشبكة بيتصل بالقمر الصناعي. أنا رأيي إن ده أهم حاجة، انا رايي ان ده اهم حاجه، ان النتورك، عشان انت عارف النتورك عندنا عظيمه ازاي، فالنتورك في اي مكان لو راحت النتورك طب ازاي هيبقى عنده شبكه منين؟ هو في اشاعه ان هم اشتروا حوالي 18 قمر صناعي، فهو هيبقى في اتصال محدود، يعني سوريا يعني حاجات، لا مش هتبقى صوت، يعني تقدري تبعتي اس ام اس، تقدري تبعتي تكست. طيب ما ده مهم، الناس تاهت في الصحراء، الناس مش عارفه جرى لها ايه، روحنا مكان تحت الارض ومش عارفين، يعني في ده مهم جدا، انقطعت النتورك ده مهم جدا. طبعا ده ميزه مهمه جدا في ابل 14. طبعا هنشوف هيجي لنا في مصر بكامل اول، ده مهم جدا اكيد هيجي لنا. ما هو بقى ارقام يعني مثلا اتوقع بقى مش اقل من 40 بقى كده بالمنظر ده، 40,000 ولا حاجه.
يعني ده احنا من الحاجات دي احنا بندرسها وبنتفرج على جمالها كده اهوت. اه نتفرج عليها بنزل نتفرج عليها. اه بالظبط. هي مش لازم نجيب اي الحقيقه كده، احنا مش لازم نجيب احدث تليفون، مش لازم نجيب احدث حاجه، نتفرج عليها ونتفرج عليها ونجيب اللي احنا محتاجينه. مهم التليفون يشتغل ويبعد. ده انا عايز اقول لك ان المصريين يعني سبحان الله لما حصل التغير في سعره دوت، المصريين بقى بيعرفوا دلوقتي على ليفل عالي جدا بيصلحوا الايفون أيوة. القديمه أيوة. بقت بتتصلح وبقى لها قطع غيار، ويعني خرجوا بره الايكو سيستم بتاع، والشركه نفسهم فتحت المجال لانه مش هنقدر نشتري بالاسعار الغريبه اللي موجوده بالزبط. دلوقتي. بالظبط. شكرا مهندس مصطفى ابو جمره خبير تكنولوجيا المعلومات.